وضعت إسرائيل في هذه المعركة بنك كبير من الأهداف، قالت أن 160 مقاتلاً فلسطينياً تحت دائرة الاغتيال أو الأسر. أكد خلال فترة بسيطة جداً سيعود المكان كما كان وأفضل. المخيم رافع شعار نحن لجأنا مرة واحدة ولن نكرر اللجوء إلا إلى حيفا ويافا وعكا وبئر سبع وصفا. سقط أمام المستشفى في هذه المنطقة صاروخ من قبل طائرة إسرائيلية وأدى إلى إصابة 3 شبان بجروح. شاول المخيم جنين مستحيل يسلم حاله ويرمي البندقية ويرمي راية المقاومة لو شيء ما صار. من بوابة المخيم، من محطة الانتظار إلى حين العودة، أحييكم في حلقة خاصة نتابع فيها تطورات وحيثيات العدوان الإسرائيلي الأخير على مخيم جنين. وضعت إسرائيل في هذه المعركة بنك كبير من الأهداف، قالت أن 160 مقاتلاً فلسطينياً تحت دائرة الاغتيال أو الأسر. لكن ما الذي جرى على الأرض؟ قصف للمنازل والبيوت والمساجد والمستشفيات، وتجريف للشوارع، وتدمير للبنى التحتية في مخيم جنين. هل هذه هي الأهداف التي وضعتها إسرائيل في عملية استمرت 48 ساعة استخدمت فيها أعتى وأقوى الأسلحة مقابل ثلة من المقاومين الفلسطينيين الذين يمتلكون قليلا من السلاح وكثيرا من الحب والانتماء والعطاء لهذه الأرض؟ فجر الاثنين الرابع من تموز لعام 2023 شنت قوات الاحتلال عدوانا واسعا في مخيم جنين شمال الضفة الغربية. كان الهدف منه اغتيال واعتقال مقاومين فلسطينيين. 48 ساعة كان فيها المخيم تحت وطأة القصف وإطلاق النار، انتهت بانسحاب الاحتلال بآلياته المعطوبة وجنوده المصابين دون أن يحقق أي من الأهداف التي أعلن عنها. الاحتلال دخل بطريقة مختلفة. عام 2002 مثلا كان طائرات الأباتشي قصفت 400 صاروخ، لكن طريقة القصف فيها مختلفة عن الآن. الآن طائرات استطلاع وضعها يعني وإطلاق نارها ما في أي تحذير، ما بتشوف القذيفة جاية عندك. هناك كان يعني 35 ثانية معك تقدر تنتقل، لأنه عندما تطلق النار في لها حركة معينة وبيطلع دخان، تم يوصل الصاروخ تكون مدرك الموضوع. الشيء الثاني، دخلوا بأعداد كثيفة جدا 2002 بشكل تحدي، فسقط قتلى كثير من جنود الاحتلال. بهذه المرة مش شايفه دروعة بسيارات مصفحة بدبابات مصفحة ناكلة جن، ما بتقدموش لأي مكان، اللي بيكونوا متقدمين فيه بيقصفوه بالطائرات بيحركوه ومن ثم التقدم، فكانوا بشكل كامل مش موجودين. وأيضا المقاتلين أرعبوهم في الاختفاء، ما في مقاتلين، ما حد شايف مقاتلين. استبسل مقاومو المخيم في مواجهة العدوان، أداروا المعركة بتكتيك ناجح. تجلت حرب الشوارع في أبهى صورها رغم حجم الترسانة العسكرية الإسرائيلية الكبير، إلا أن ذلك لم يكن سببا ولو جزئيا في تحقيق الأهداف التي أعلن عنها الاحتلال، ولم يحقق منها أدنى المطلوب. كنت متوقعين الاجتياح هذا يصير بكثافة الاكتحال هاي الآليات، بس مش بالصواريخ هاي، بعدد الصواريخ هاي اللي أضربوها. يعني هاي المعركة بقت معركة جو مش أرض، هم واجهناش بالمرة على الأرض، يعني طرق قصير اللي واجهونا بيها على الأرض. معركة بالجو، دم يحسن معركتهم من الجو، وبعض الإشي ما استطاعوش عليه، ما قدروش عليه. وإحنا طبعا اجتهدنا وقدرنا الموقف وعملنا وكمنا وحطينا، بس كله هذا توفيق من عند ربنا لحمانا وحموك جميع الشباب. شباب المقاتلين الفدائيين الجدد، أنا بسميهم جيل مستحيل، صحيح صغار بالسن وأعمارهم صغيرة، لكن عندهم شوية من التجربة والممارسة والمواجهة خلال سنتين، أصبح في شوية خبرة عندهم.
كانوا على قناعة من البداية، وأنا من الناس اللي بفتخر أني كتبت كتاب اسمه معركة مخيم جنين نيسان 2002 تاريخ الحي. ليش التاريخ الحي؟ شارون لما أجا مخيم جنين 2002 هو موفاز وبن العيزر ويعلون وعكو خافي، قالوا بأنه النكبة مستمرة، يعني الدمار والتهجير مستمر، فأنا سميته التاريخ الحي، يعني المعارك مستمرة، وفعلا أجا اليوم اللي المعارك مستمرة. استخدم جيش الاحتلال خلال العدوان مروحيات من طراز باتشي ومسيرات، قصفت مناطق مكشوفة قرب مواقع تبادل إطلاق نار بين المقاومين الفلسطينيين وجنود الاحتلال. جرفت إسرائيل الشوارع وقصفت المساجد والمشافي والبيوت الآمنة تني اعتبار لقدسية وحرمة تلك الأماكن. حاصروا البيت، نصبوا القناصات عند دار الجيران، ضربوا رصاص على البيت، بعديها فجروا الباب البراني، بعديها قصفوا إني أرجع على الغرفة. أتعبت المنطقة كلياتها غبار، كنا قاعدين أنا وأختي بالغرفة، سكرت الباب، بعد ما أنا سكرت باب الغرفة دخلوا على البيت بعد ما قصفوا، بعديها فتحوا دوروا بكل الغرفة، نكتوها نكتوا البيت نكت يعني فتشوا بالكامل. بعدها دخلوا كل الجنود اللي كانوا حوالين الجيران واللي دخلوا على البيت، كلهم دخلوا على البيت، فاتوا علينا بآخر بس دوروا وخلصوا فتحوا باب الغرفة وعلى طول دخلوا الكلب. ما دخلوا الكلب إلا هو ماسك إيده في التصيح، يعني قعدت تقريبا بيجي ربع ساعة تلت ساعة وأنا أصيح. أجا جندي بالآخر بده يخلص الكلب، ما قدرش يخلص الكلب، الكلب رمى الجندي. أجا جندي تاني بالآخر جاب سكيني، من كتر ما صيحت جاب سكيني بده يقص إيدي، صرت أصيح. أجا شالوا، جاب جندي ثالث حاول يمسك يفتح تم الكلب بإيديه، لما فلت إلى قدر يفلت الكلب راح الكلب حول على أختي الثانية، هجم على أختي الثانية. أجوا الجنود حطوا له الكمامة. مخيم جنين تعرض أكثر من هجمة، وهي بجوز يعني الكبرى كانت معركة نيسان، بس قبل نيسان كان عد معارك، يعني عدة معارك قبل معركة نيسان وبعد معركة نيسان وصولا إلى المعركة الأخيرة. والاحتلال راهن في يعني عبر السنوات إنه مثل ما تقول يغيب من الذاكرة اللي صار بمخيم جنين، إنه يمحي الأجيال اللي قاعدة بتنشأ إنه يقتلها. هاي الحارة كانت يعني القتال فيها لآخر مثل ما تقول لآخر رمق، وحتى يعني مقتل الجندي الصهيوني كان في هاي الحارة بالمنطقة، وإصابته الكمين اللي وقعوا فيه بهاي الحارة. هذا المخيم فيش خلاص، مدموغة بالرأس، إرث يعني جيل يسلم جيل، يعني كل ما بيعتقدوا أنه أنهينا المقاومة في المخيم، أنهينا مش المقاومة، هم بيعتمدوا المقاومة تنتيش، بس هم بيحاولوا أنهم يخسروا أدمغة الناس أو يلهوا أهل المخيم. قدموا مغريات كثيرة، تسريح اللي بدكم إياه، روحوا فيه على البحار ولا شيء، ولكن قلت لك يعني مخيم جنين إرث جيل يتوارثوا عن جيل. وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت ارتقاء 12 فلسطينياً وإصابة المئات في عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها. ادعى جيش الاحتلال أنه عثر خلال العملية العسكرية على 3 معامل تحتوي على نحو 300 عبوة ووسائل تصنيع متفجرات، وهاجم نحو 20 هدفاً في أنحاء المدينة ومخيمها في عدوان يعتبر الأكبر منذ عملية السور الواقع عام 2002، عملية خطط لها الاحتلال منذ عام تمت الموافقة عليها من قبل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه يوآف جالنت وقيادة الجيش. الإصابات التي وصلت المستشفى كانت معظم الإصابات في الصدر وفي الرقبة وفي الرأس، وهذا يعني واضح انه في قرار اسرائيلي صهيوني في القتل العمد، قرار اسرائيلي صهيوني في القتل العمد.
ولكن نحن ككوادر طبية في المستشفى تعاملنا بمهنية عالية مع المرضى. وزارة الصحة استقدمت عدد من الأطباء وعدد من سيارات الإسعاف من خارج المحافظة، يعني وتعامل الأطباء بمهنية عالية، وتم تقسيم المناطق لمناطق حمراء ومناطق خضراء في قسم الطوارئ، وهذا الأمر أدى إلى يعني التعامل بمهنية عالية مع المرضى. تلال حاول يصور المشهد وكأنه الناس طلعت من المخيم بإرادتها، لا يعني الاحتلال مش بإرادتها، أعطونا مسجات إنه أخلي البيوت، دور الشهداء، دور المقاومين، دور الأسرى، إنه بدنا نقصف. فهذا الحكي خلاك تطلع البيت المجاورة، صحيح أنه يطلع لأنه نقصف البيت اللي بحدك، وبالتالي الجيران بده يطلع طلع. يعني بس إشي صغير، الحروب كلها في العالم لا يوجد أي حرب اللي فيها نزوع، يعني مش بس عنا، حتى لما بتنضرب سيداروت أو غيره كله بنزل تحت الأرض. قديش تدمر بيتك تقريبا؟ احنا انحرك البيت عندنا، هذا دار ابن عمي قصفوه وانحرك، وانحرك اللي بحده اللي هو دار اخوي اللي هو انحرك، انحرك من القصف، من القصف من الصواريخ. وانتم جوا البيت؟ لا، كنا طالعين احنا تقريبا مع صلاة العشاء، ودينا امبلانسات صارت تناكل بيهم على المستشفيات، وقصفوا البيت وقصفوا قصفوا البيت. طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني تمكنت من إجلاء نحو 3000 مواطن من مخيم جنين. الطواقم الطبية أخلت عشرات العائلات من جنين بعدما عانت تلك العائلات الصامدة من عقوبات الاحتلال الجماعية التي تمثلت في احتجاز العديد منها في غرفة واحدة لساعات طويلة، ومنعت عنهم الطعام والشراب في محاولة منها لفني هذه العائلات عن الصمود واحتضان المقاومة. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد وحسب، بل طال الاستهداف مستشفى شهيد الدكتور خليل سليمان الحكومي في مدينة جنين، حيث قصف الطيران الحربي الإسرائيلي بصاروخ محيط المستشفى وأطلق الرصاص بشكل مباشر عليه. الاحتلال له رواية، هو يعني حر إيش يحكي. أنا بحكي لك من منطلق الحدث، وأنا كنت في المنطقة هنا وفي المستشفى وعلى رأس عملي، وكنت أنظم الكوادر الطبية والتمريضية. حتى الأهالي الذين نزحوا من المخيم في فترة معينة فتحنا لهم منطقة الطوارئ القديمة للمكوث فيها، ولكن الرواية التي تقول أن كان هناك إطلاق نار من المستشفى غير صحيحة نهائياً، غير صحيح. كانوا أناسا مسالمون، كانوا أناسا فقط يستفسرون عن الجرحى وعن يعني الشهداء وعن الناس الذين نزحوا من المخيم خلال هذه الفترة. سقط أمام المستشفى في هذه المنطقة صاروخ من قبل طائرة إسرائيلية، وأدى إلى إصابة 3 شبان بجروح. عدا عن في خلف المستشفى كان تجمع للأهالي، أهالي يعني الشهداء أجوا قدموا من مناطق مختلفة، وكان خلف المستشفى هناك جرافة عسكرية فقامت بهدم سور المستشفى. يعني هدم سور المستشفى كانت يعني خلينا نقول شيء غريب جدا، وكان المنطقة ممتلئة في الناس. فنشكر الله أنه ما حدا بكى، ما حدا كان خلف السور. هو انتصر على البنية التحتية، هو يعني نسم البنية التحتية، هاجم بعض البيوت. هي بكت رسالة ضرب للحاضنة الشعبية، ولكن بالمنطق العسكري والمنطق الأمني هو يعني تحقيق أهداف صفر. هو كان هدف القضاء على المقاومة، المقاومين موجودين وسلاحهم موجود وهي موجودين، ورجعوا مدوا كل الشوادر بالمخيم، رجعوا كل الحواجز ورجعوا الكاميرات ورجعوا سافرات الانذار، وبيستنوا بأي دخول للاجتياح. طب وين انتهاء المقاومة؟ بتفهم. لا
التطور النوعي في أدوات المقاومة الفلسطينية في جنين خلال الفترة الماضية سبب أرقا لصناع القرار وقادة الأجهزة الأمنية في دولة الاحتلال، لا سيما بعد تفجير ناقلة جند تابعة لجيش الاحتلال بعبوة ناسفة أدت إلى إصابة 8 جنود بجراح خلال اقتحام عسكري عنيف للمخيم في 19 من يونيو حزيران الماضي. سبق ذلك كشف إسرائيل عن سقوط صاروخ محلي الصنع في مناطق سيطرتها، وهو تطور قال الاحتلال إنه يشكل خطرا وينذر بتصاعد قوة المقاومة. وفي ظل استمرار تحريض اليمين الإسرائيلي المتطرف على جنين ومخيمها ومقاومتها من جهة، وتصاعد حدة الاحتجاجات ضد سياسات حكومة بنيامين نتنياهو الداخلية من جهة أخرى، كان قرار إسرائيل بشن عدوان واسع النطاق على المدينة ومخيمها شاركت فيها وحدات النخبة إضافة إلى مروحيات عسكرية وطائرات مسيرة، فيما تبقى سيناريوهات إعادة اقتحام المخيم مرة أخرى واردة في ظل عدم تحقيق إسرائيل لأي من أهدافها في العدوان الأخير على المخيم حسب ما يرى متابعون. اقتحم المخيم وفشلت مهمتهم بكل ما تحمل الكلمة معنى، يعني فشلت فشل ذريع، لا اعتقلوا حدا ولا عرفوا يقتلوا أي حدا. اللي الشهداء اللي انقتلت من المقاومين هم بقوا مقتحمين، يعني هم رايحين يقاوموا، واللي اعتقلوا بس واحد، يعني مقاوم واحد بس بالغلط رجع اعتقلوا، كانوا بدار مطرفي وفات الجيش عليه واعتقلوه. غير هيك عمليتهم فاشلة 100%، نقدر نقول عن جد 100% عمليتهم فاشلة، وهذا الاشي هو اربكهم. بس مش عارفين شو بده يعمل بالمخيم، كله المخيم نفوت، لا عارفين نمسك ولا عارفين نعتكل ولا عارفين نقتل، والشباب واعي وصاحي، وزي بتقول انه ما دول عساكر مدربين اللي احنا نواجههم، فهمانين شو اللعبة كليات اللي احنا نلعبها معهم. الى اي مدى في اعتقادكم الاحتلال تكبد خسائر كبيرة في الانسحاب؟ معظم الخسائر التي تكبدها الاحتلال على الأقل وفقا لما نشر في الإعلام العبري وفقا للمتابعة هي في فترة الانسحاب من المخيم. ما الذي جرى في الانسحاب؟ أول شيء ما حدا بيقدر يكبر خسائر الاحتلال ولا بأي اجتياح ولا بأي مداهمة بالضفة الغربية كلها. دائما الاحتلال قد ما بيقدر يكتم على خسائره وبيكتم، يعني هذا الاشي لمعنويات شعبه ولمعنويات الجنود اللي عنده. طبعا احنا داخل المخيم نعرف يعني في اهل ضربوا من هون مسح دم، هون قناصة صواب، هون هاي في دم بقايا دم، هون كد ما بقدر كتم بكتم. بس الاجتياح هذا الاخير كد ما كتم في يعني ادلة كثير، في اعطب كثير اليات لهم، في صواب كثير جنود اعترفوا بمقتل ضابط منهم جندي، خسائرهم كل ما يفوت المخيم اي فوتي على مخيم جنين راح يتكبتوا خسائر كبيره باذن الله. احنا شفنا شهودك يعني مشاهدات كثيره بعد ما خرج الاحتلال، في بيوت كنا نشوف فيها باكيتات دم، باكين فضوا منها دم كثير، يعني بجوز 40-50 باكيت هون 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 زي الكوكوزات كله دم فاضي، فاهم علي كيف؟ زائد الدم اللي بالشوارع. فاحنا تعودنا انه الاحتلال ما بيعلن عن الخسائر اللي مثل ما تقول يعني بتصيبه في المناطق، وعلى ما يبدو في عندهم قرار يعني تحت بند الحظر الإعلامي، وعندهم مثل ما تقول يعني قرار من جوا إنه ما حدا مثل ما تقول يتحدث إلا اللي بتحدث عنه الإشي الرسمي عندهم الإعلامي المسموح فيه من المستوى السياسي. اللي بيعرف شو يعني مخيم جنين، مخيم جنين نيسان اللي هو حصرته دبابات وجرافات وطيارات وجشران فوق مع مفاز، وبقوا فيه عند ناس هم مقاومين مخيم جنين شهداء أغلبهم يعني أسرى، مخدرون ما كبلوش يسلموا حالهم ولا بأي شيء، بكت الجرافة تهدوا دور عليهم ومش كابلين يسلم حالهم. تاني روح أسلم حالي إنه خد لك سيارة ولا خد لك أي شيء فيلا ولا دار، ولا روح أسلم حالي شو بدي بيها الهبل يعني. هذا الإشي لو واحد جاهل مخيم جنين بيقدر يقوله، من بيعرف شو يعني مخيم جنين أكيد مستحيل يقول هذا الإشي. بيعرف مشاوير مخيم جنين مستحيل يسلم حاله أو يرمي البندقية أو يرمي راية المقاومة لو شو ما صار. ما بظن إنه في حدا في مخيم جنين بيخاف من الجنود ولا حاسب لهم حساب. وما عبطوا عزيمتنا، ما عبطوا، وبالعكس هم اصلا طلعوا فاشلين مكفيين على وجوه. هم بيتك تدمر انقصف يعني عادي عادي فدا الشباب عادي، كل شيء بيرجع مثل ما هو، المهم ما وصلوش للي بدهم اياه، ما وصلوا للي بدهم اياه. هم اصلا عملوا هيك بس تخريب
لانه بفكروا انهم يعني بدهم يحبطوا الناس. لا، البيوت بتنبنى، المهم ما وصلوش لهدفهم وما وصلوا لاي مجاهد. الوحدة عندنا 100%. طبعا في ناس غير مش بالفصائل بيقاوموا على حسابهم الشخصي، هذول يعني اشرف ناس وان شاء الله الله بيعطيهم اجرهم. احنا عندنا الوحدة بالمخيم تقريبا احنا تنظيم واحد، بس احنا داخليا التخطيط اللي يعني الاعتاد والمال والعدة كلها والتأسيس يمكن كتنظيم واحد. هذا ايش يعني؟ راح يفاجئ الناس، احنا كلياتنا تنظيم واحد، بس لما نطلع على الساحة كل واحد بروح لتنظيم وكل واحد لانتماء وللتنظيم اللي بيحبه. طبعا احنا انا كل بني ادم حر وكل بني ادم شريف راح غصب عنه يحب التنظيمات كلها، الجبهه الشعبيه، الجهاد الاسلامي، فتح، حماس، انت غصب عنك تحبها. واحد مجاهد في سبيل الله او مقاتل للعدو غصب عنك تحبه. انا بشوف ناس كثير من فتح، من شرف فتح بيحبوا حماس، وانا كثير وانا من حماس وكثير ناس من حماس بتحب فتح، بتحب كتاب شهداء الاقصى، بتحب الجهاد، بتحب السرايا، بتحب الجبهه الشعبيه. اي بني ادم بجهد في سبيل الله راح نعشقه عشق كبير يعني، وراح نفتخر فيه، مين ما بكى ومين ما بكى تنظيمه، واذا التنظيم هذا عمل شيء انجاز او التنظيم هذاك احنا بنفتخر فيه. يعني ابن حماس اذا كتاب شهداء الاقصى عمل عمليه او عمل شيء او سرايا القدس انا بفتخر فيه، هذا من بلدي ومجاهد وانا راح ادافع عنه وراح اسنده. احنا ما بنخافش الا من ربنا، وانا ما دام وجهت منطقيتي وجهت قوتي لله وفي سبيل الله مش راح اخشى ولا اي شيء. بس انا اللي بدي احاول اتفاداه هو غدر الاحتلال، هو مفاجاه الاحتلال، هذا اللي بدي اتفاداه، وكل همي مركز الاحتلال، مش راح التفت لشيء ثاني. المخيم رافع شعار نحن لجأنا مره واحده ولن نكرر اللجوء الا الى حيفا ويافا وعكا وبئر سبع وصفر، لا يمكن. والاحتلال الشعار الثاني اهل المخيم انه الاحتلال لن يمر في زكاكنا وحارتنا اللي يجب ان نسعى الثمن، لانه الشعار المرفوع هون اما ان نكون عبيد لهذا الاحتلال وإما أن نكون أحرار. في نص دقيقة في عبارة لفتت انتباهي يا عماد خيمة، عجيز المسافر، شو قصتها؟ هاي يعني جواز السفر الأمريكي، أنت تحت أي سماء وفوق أي أرض وفي أي مياه، في أي مياه أنت محمي. فإحنا المقاومين يعني بإرادتهم وقوتهم أصلا من الأمريكان، فأنت تحت أي سماء وفوق أي أرض وفي أي ماء أنت في حماية مخيم جنين كهوية وطنية جامعة لابن المخيم والمدينة والرف، أنت بحماية المقاومة أينما كنت. اكتب للناس إني حر فلسطيني، ساير لله من مخيم جنيني، ما كل الأرض يا عالم رح تثنيني، بركان الثار عم يجري بشراييني.